أهلا بحضراتكم، احنا موجودين دلوقتي في المانيال، تحديدا داخل قصر الأمير محمد علي. تمام، بص حضراتكم احنا فين. ده مقر الإقامة بتاعت الأمير محمد علي توفيق، يبقى جده الأمير محمد علي اللي كان بيحكم مصر. شايفين؟ مفيش صمت في المكان، متساب كده لل لا لازم بقى ايه، حتى السقف مذهب والوان. احنا كده احنا خرجنا بره القصر لان الشبكه للاسف جوه كانت صعبه يعني شويه. احنا كنا جوه القصر طبعا اليومين اللي فاتوا دلوقتي، احنا شفنا اخبار ومزام كتير كانت بتتكلم على اختفاء سرير فخم مصنوع من الفضة الخالصة وزنه 800 كيلو ضمن مقتنيات المتحف اللي موجود هنا في المانيال. حضراتكم شايفين هنا الجمال عامل ازاي والطبيعة، والأكبر حديقة متحفية موجودة في العالم هنا موجودة. بجد فايته كتير قوي لما جاش هنا المكان العظيم ده. طيب طبعا يعني اليومين اللي فاتوا كان فيه كلام كتير اغلبه مش حقيقي عن اختفاء سرير من الفضة الخالصة وزنه 800 كيلو ضمن مقتنيات المتحف ده. واحنا هنا احنا موجودين عشان نوضح لحضراتكم بقى جمال وعظمة المكان العظيم ده، وهنرد على المزاعم اللي كانت بتتكلم على اختفاء السرير. ولكن بس تعالوا كده الاول نتفرج على جمال مقر الإقامة بتاعت الأمير محمد علي توفيق. هنحاول كده نخش ويا رب الشبكه كده يعني ايه تكمل معانا. زرقشه في كل حته بصراحه، مجرد ما بنخش المتحف او مقر الاقامه بتلاقي النافوره الجميله دي. شايفين؟ واو. طبعا يعني السرير ده كان موجود فوق وهو دلوقتي في مراحل الترميم، وده اللي ردت عليه وزارة الآثار ووضحت ان السرير وزنه فعلا 800 كيلو، وقالت ان هو بتاع كده. طبعا يعني السرير لا يقدر بثمن. احنا حاولنا نخش الشبكة للأسف مش حلوة جوه. طبعا يعني سرير زي دوت وزنه بنتكلم في حوالي 800 كيلو بيتم ترميمه دلوقتي، ووزارة الآثار ردت على هذه المزاعم وكذبتها وقالت إن لأ السرير موجود، وطلعت صور ليه مع الشباب اللي بيقوموا بعملية الترميم وإعادة تنظيفه وإزالة أي غبار من عليه، لأن المكان ده إحنا بنتكلم في 124 سنة وهو هنا السرير ده بكل تفاصيل المكان. أنا حقيقي يعني أنا منبهر بجمال المكان ده، مفيش تفصيلة فيه متسابة كده للصدفة. أنت بتتكلم برضو هنا بمجرد ما بتخش بتلاقي حديقة بتستقبلك، حديقة كبيرة جدا، دي تعتبر أكبر حديقة متحفية موجودة هنا في المانيال. كمان أنت هنا لازم عشان تخش الفرد بـ20 جنيه بتدفع بالفيزا، مفيش نقدي. أقرب محطة مترو هي السيدة زينب، ومتاح إنك تجيب أطفالك هنا، بالعكس هيستفادوا جدا وهيحبوا المكان ده قوي لأن المكان فعلا مريح قوي قوي للأعصاب. كفاية الخضرة اللي قدام حضراتكم دي، طبعا كلها الحديقة الجميلة اللي قدام حضراتكم دي أغلبها أشجار نادرة كان بيستقدمها وكان بيجيبها الأمير محمد علي يعني من خارج مصر، وكلها نباتات وأشجار نادرة موجودة هنا. طبعا احنا بنتكلم برضو على السرير اللي كان أثار ضجة الفترة اللي فاتت، واتقال ان لأ السرير موجود، ووزارة الآثار وضحت ان السرير موجود، وطلعت صور لشباب اللي هم بيقوموا بعملية الترميم. واحنا هنا احنا موجودين، انا كان نفسي طبعا اخش جوه واوريكم المتحف،
او مكان اقامه الامير، لا حاجه تحفه جدا، مفيش صمت متساب للصدفه، بالعكس في الوان، زخارف، اضاءات، اول تكييف موجود في مصر دخل مصر كان ادخله الامير محمد علي، موجود جوه برضو، اول دفايه تخش مصر برضو كانت موجوده هنا موجوده، و كمان ساعة تراثية موجودة، كمان موجود الأطباق اللي كان بياكل فيها الأمير ووالدته موجود كمان هنا في المكان الجميل اللي قدام حضراتكم ده، المكتب اللي هو كان قاعد فيه. يعني أنا دخلت جوه وشفت المكان بصراحة تحفة، بس أنا كل ما بخش جوه الشبكة بتفصل مني فاللايف بيقطع يعني، وده اللي كانت مفاجأة بالنسبة لي، كنت أنا عايز أوريكم تفاصيل المكان يعني. طبعا برضو بيبقى فيه شباب بتبقى واقفة بتبقى يعني ماشية معاك بتفرجك على الجمال اللي هنا. بخصوص الناس اللي بتسأل على المكان ده فين، المكان ده في المانيال، احنا في قصر الأمير محمد علي في المانيال. تحفة فنية حقيقي، فايته كتير قوي اللي ما جاش هنا. يعني أنا واقف هنا هو موجود في قلب المانيال في قصر الأمير محمد علي. تعالوا كده نتمشى ونبص كده على الجمال اللي موجود هنا. القصر ده تم إنشاؤه سنة 1902، يعني بنتكلم في حوالي 122 سنة القصر ده موجود هنا في منطقة المانيال. دي تعتبر برضو المكان اللي احنا قدامنا ده اللي بفرج حضراتكم كده عليه ده اكبر حديقة متحفية موجودة على مستوى العالم. اغلب الاشجار والجمال اللي قدام حضراتكم ده ليه هنا 122 سنة، انتوا متخيلين؟ شايفين الاشجار دي، النخلة اللي قدام حضراتكم دي 122 سنة، شايفين اكبر نخلة دي ما شاء الله. طيب التذكرة او تيكت الدخول، يعني الفرد اللي هو الكبير اللي زينا كده بيبقى الدخول ب 20 جنيه الفرد، والدفع فيزا، مفيش دفع نقدي، الدفع فيزا ومفيش دفع نقدي. طيب حضرتك انت دلوقتي دخلت وكده. طيب بالنسبة للأطفال، الأطفال لحد سن 6 سنين مجانا، اللي فوق 6 سنين بيدفع 5 جنيه بموجب اللي هو الكرنيه بتاع المدرسة بقى او الطالب الجامعي برضو بيدفع 5 جنيه. طبعا هي تستحق جدا الواحد يجي هنا، شايفين الاشجار النادره اللي موجوده هنا، برضو هنا هو حاطين اسماء الاشجار وقد ايه هي نادره وجايه منين بالظبط. يعني ديت مثلا شجره اسمها ديون من المكسيك، طبعا احنا جايين هنا عشان نقول لحضراتكم او نرد على المزاعم اللي كانت بتتكلم على السرير اللي بيقولوا اللي كان فيه ترددات اخبار ومزاعم، طبعا كلها كانت يعني اتضح بعد كده ان هي كاذبه، عن اختفاء سرير ضخم وفخم من الفضه الخالصه وزنه تقريبا 800 كيلو ضمن المقتنيات بتاعت متحف قصر محمد علي. ولكن الحقيقه اتضح ان هو القصر دوت السرير دوت في مراحل الترميم واعاده تاهيل مره اخرى، وهيتم وضعه في القصر اللي قدام قصر سرايا الاقامه اللي موجود هنا اهو قدام حضراتكم. وطبعا دي كافيتيريا لو انت حابب تقعد بقى قعده كويسه اهي. طبعا بقى يعني الدور الاول من المتحف انت متاح ان من سرايا الاقامه انت ممكن ان انت تيجي وتقعد ومفيش اي مشكله خالص، ولكن الدور الثاني ده انت عشان تخش لازم يعني هم طبعا الامن مانع الزياره نظرا لان في اعمال ترميم بتحصل فوق. القصر قديم جدا، احنا بنتكلم في حوالي 122 سنه موجود هنا، فطبعا بيحصل يعني عمليات ترميم من وقت للتاني، وان شاء الله قريب جدا 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 هيتفتح قدام حضراتكم وتقدروا تيجوا زياره هنا. طبعا الحديقه انا نفسي يعني اهي بصوا. طيب المكان او توقيت الزياره من الساعه 9 صباحا، اخر ميعاد للجمهور الساعه 4:30، بيبدأ ان هم بقى يخلوا المكان عشان يعني ايه خلاص هم بيقفلوا بقى فعليا الساعه 5 مساء. طبعا يعني هم هنا بقى يعني شايفين الاشجار النادره اللي موجوده هنا.
فعلا بمجرد ما انا دخلت القصر دوت او من البوابه الخارجيه حسيت ان انا سافرت بآلة الزمن، وفعلا دخلت حقبه تاريخيه مختلفه تماما عن اللي انا كنت بره فيه في المانيا، يعني في شارع المانيا الرئيسي. بجد انت بتحس ان انت انتقلت من 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 عصر لعصر تاني، اشجار كلها نادره وحاجه كده خضره كتير جدا. انت هنا في اكبر حديقه متحفيه، طبعا دي كلها مسارات لمشي الجمهور عشان يوصل لمقر اقامه الامير محمد علي الله يرحمه. طبعا القصر دوت زي ما قلت لحضراتكم من شويه ان هو ليه 122 سنه هنا، هو تم انشاؤه 1902. فعلا يعني بدون مبالغة القصر والحديقة في منتهى الجمال فعلا، يعني اللي ما راحش او ما جاش المكان دوت فايته كتير. المكان متصمم بفن وابداع، ما فيش سنتي متساب كده للصدفة، بالعكس انا نفسي ان انا يعني اللايف كده يسعفني ان انا اقدر اخش واصور جوه التفاصيل بتاعت المكان، سواء بقى مقر الاقامه بتاعت الملك او اللي هو المكان اللي كان بياكل فيه او الساعه الاثريه اللي موجوده جوه او الاطباق بتاعت الاكل او الدفايه او التكييف، كل ده موجود هنا من 1902. يعني بنتكلم في 122 سنه العظمة والجمال ده موجود قدام حضراتكم كده. احنا نحاول كده نخش كده ونستكشف الحديقة دي. الله، اكسجين بيخش كده بيفتح الجيوب الانفية بصراحة. طبعا هم ايه يعني مانعين الدخول في التوقيت ده، تقريبا هو في عمليات برضو تنظيف للحديقة. يعني دي طبعا الحمامات اهي، شكلها برضو تقريبا دي كانت نوافير بيخرج منها مية. تحفة فنية كل حاجة هنا بجد. بصوا الأشجار عاملة ازاي والنخل، واو. برضو المايز كان في القصر السقف بتاعه، يعني في تفاصيل ورسومات كل سقف مختلف عن التاني. يعني انا طبعا حاولت ان اخش اكتر من مرة جوه لكن اللايف كان بيقطع، فاضطريت ان انا اخرج للحديقة المتحفية اللي هي تعتبر اكبر حديقة متحفية. شايفين حضراتكم المساحات الكبيرة جدا، مسارات كتير فيها للمشي برضو جوه الحديقة دي، اشجار نادرة كتير. دي طبعا اهي بوابة الامن او البوابة اللي انت بتطلع من عليها التذكرة. برضو بعيد وقرر على حضراتكم ان الدخول هنا بالفيزا وليس بال، يعني ما تحاولش ان انت هتدفع نقدي، لا مفيش دفع نقدي كله بالفيزا. وطبعا هنا في لوحة ارشادية بتوضح لكم، انت بمجرد ما انت بتخش القصر ده بتلاقي لوحة بتوضح لكم تفاصيل المكان ده، بتقول لك ان الامير محمد علي اللي كان مقيم هنا، وهو القصر بتاعه ده اللي احنا موجودين فيه، هو نجل الخديوي محمد توفيق وشهير خديوي عباس حلم الثاني. اتولد في القاهرة سنة 1875 وكان وصيا على العرش من عزيز عزة باشا وشريف صبري باشا ما بين وفاة الملك فؤاد الأول وجلوس ابن عمه الملك فاروق لحين إكمال سن القانوني اللي هو مفترض بقى إيه يبقى فيه وليا على للعهد، يعني إلى أن أنجب فاروق ابنه الأمير أحمد فؤاد الثاني، ثم توفى عام 1955 بسويسرا، اللي هو الأمير محمد علي توفيق اللي هو اللي إحنا موجودين دلوقتي في القصر بتاعه.
طبعا يعني وضع الامير جميع التصميمات الهندسيه والزخرفيه لهذا القصر واشرف بنفسه على تنفيذها. انا حقيقه انا منبهر جدا جدا بتفاصيل القصر. انت حرفيا مفيش سنتي فيه متساب كده للصدفه. انت بمجرد ما بتخش القصر من جوه او مقر الاقامه بتلاقي فيه نافوره شكلها عظيم جدا هتكمل في وشك على طول، هتلاقي المكتب بتاعه وحاجه اسمها غرفه المرايا، دي مسمينها كده ليه؟ لان فيها مرايتين غايه في الجمال. المرايتين طبعا يعني بصوا احنا قدام حضراتكم برضو المرايتين دولت هي الغرفه متسميه باسمهم. وبعد كده تلاقي المكتب بقى بتاعه وفي مقاعد من الجلد غايه في الجمال. برضو هنا في خريطه بتوضح لك المكان، انت لو انت عايز تروح برج الساعه او المسجد او متحف الصيت طبعا اللي احنا هنخشه دلوقتي. وفي سرايا الاقامه وسرايا العرش الناحيه دي الناحيه الثانيه، والمتحف الخاص برضو كان الناحيه الثانيه، والقاعه الذهبيه والكافيتيريا ودورات المياه. طبعا الحاجات دي كلها كانت ورا، واللي قدام حضراتكم دي اللي هي الحديقه المتحفيه. وكمان برضو المميز في قلب المكان المقاعد الجميله اللي قدامكم دي كلها مقاعد مجانيه، انت بتخش مثلا تقعد فيها مفيش اي مشكله خالص، الدنيا زي الفل جميله قوي. طيب احنا دلوقتي احنا بنتمشى في قلب بنستكشف بقى مع بعض القصر. انا دي اول مره اخش فيها المكان ده واستكشفه اهوت مع حضراتكم زيكم بالظبط. ده برج الساعة، تعالوا بقى نتفرج كده على التفاصيل. واو طبعا بناء شاهق جميل جدا. طيب هو بقى هنا هو بيشرح بيقول ان ده برج مستطيل الشكل صمم على نفس طراز صومعة مأذنة مسجد حسان بالرباط والذي بني في عهد دولة الموحدين بالمغرب ماشي، وقد وضعت على اعلى وجهته الساعه على نفس نمط الساعه التي وضعها عباس حلم الثاني سنه 1309 هجريا، يعني 1892 اخو الامير محمد علي توفيق في محطه سكك حديد مصر بالقاهره ماشي. يعني دي نفس التصميم بتاع الساعه اللي موجوده في محطه سكك حديد مصر، موجوده هنا برضو نفس الساعه ديت او برج الساعه ده بنسميه برج الساعه. طبعا احنا لسه متواجدين في القصر او متحف. ده المسجد بقى ما شاء الله. ده المسجد الاثري للامير. الله والتفاصيل. طب كويس ان الشبكه هنا جايبه وعارفين ايه ما شاء الله. السقف المغربي، التراث المغربي ما شاء الله. حتى كمان الزراكش اللي الزركشه اللي هي موجوده على تفاصيل الحيطان. ما شاء الله لا قوه الا بالله. لا انت لازم لما تيجي هنا لازم تخش المكان ده وتصلي هنا بصراحه. بصوا عامل ازاي ما شاء الله. اتكلم مين فكره المقري او المبلغ اللي بيردد ورا الامام ساعه الصلاه عشان يسجد؟ ما شاء الله. السقف ده عامله على الطراز السوري، في شعار الشمس بتدل على الدوله العثمانيه. ما شاء الله. زي ما شعار الدوله العثمانيه الشمس الذي لا تغيب. هنا الامير كتب اربع اسماء خلفاء راشدين رضي الله عنهم في الركاب. ابو بكر سيدنا علي سيدنا عثمان ما شاء الله سيدنا عثمان كلها ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا احنا في قلب المسجد دلوقتي. المسجد كل يوم على الشعب عم الشعب يصلي فيه باب العشاء اهو، يعني يوم الجمعة بس يا جماعة اللي حابب ان هو يجي يصلي ويشوف الجمال ده يجي يوم الجمعة بس. الباب اللي على الشارع ده اهو اللي قدام حضراتكم ده باب يطلعك على شارع المانيا اللي بيتفتح. ما شاء الله لا قوة الا بالله. السيراميك طب ده حتى نفس السيراميك ده المصنوع منه مقر الاقامه. والايات القرانيه دي كلمه اقصاها زي المرايه، الله الخالق الله الخالق. الله شايفين؟ تحفه فنيه موجوده هنا. حتى المسجد يعني. ده كله مصنوع في اسطنبول في تركيا.
حتى كمان تفصيلة الباب مش متسابة للصدفة، يعني التفاصيل حتى بتاعت الباب شايفين؟ هو كان بيشرف الأمير محمد علي بنفسه على كل حاجة. ده كمان السجاد الأصلي والله. تصدقوا حتى الملمس بتاع السجاد ده سجاد أصلي من أيام الأمير محمد علي، محمد علي توفيق الموجود هنا في المنيل. شايفين دي الجزامة صح كده؟ ما شاء الله ما شاء الله. شايفين حضراتكم ده المنبر اهو خشبي، بس كل تفصيلة فيه يعني شايفين انتوا شايفينه ده كله. احنا بنتكلم على مسجد، ده المحراب. بصوا بقى المحراب عامل ازاي، احنا بنتكلم على مسجد عامل كده، فبالك بقى بالمقر الإقامة بيعمل ازاي. ده بجد يعني حاجة تحفة فنية موجودة في مصر، وسهل جدا انت تجيها. لو انت جاي مثلا بالمترو هتركب هتنزل السيدة زينب، وممكن تتمشى اقل من 5 دقايق هتبقى موجود هنا، موجود في قلب القصر. بالفيزا هتدفع 20 جنيه وهتخش. اطفالك لو معاك اطفال بقى اقل من 6 سنين هيخشوا ببلاش، اكتر من 6 سنين هيدفع على الطفل 5 جنيه. وده طبعا الدفع بيبقى بيكون بالفيزا، مفيش دفع نقدي. بقرر واعيد على حضراتكم شايفين الشباك عامل ازاي بتفاصيله. يعني برضه اهو شايفين كده حضراتكم، هو برضه الامير محمد علي ما نسيش الناس اللي تعبت في بناء القصر، وكرم اسمائهم هنا في يافطه او لوحه موجوده هنا قدام حضراتكم اهي ما شاء الله. ودي الناحيه الثانيه اهي. شايفين الكلام الخط الكوفي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفيت هنا ليه؟ طب هروح له. طيب طبعا احنا هو برضه احنا خرجنا، بمجرد بقى ما تخرج انت بتلاقي قدامك الحديقة الجميلة دي، متحف الصيد بقى. تعالى بقى نروح بقى ايه الحتة اللي يعتبر الزغلول الكبير بقى في قلب المكان هنا، وهو متحف الصيد. طبعا انا انبهرت بصراحة بشكل المسجد بتاع الامير محمد علي، وازاي كان الراجل ده حريص على كل تفصيلة صغيرة في المكان في القصر اللي هو مقر اقامته، اللي هو بعد كده سلمه بالكامل لمصر. طبعا يعني اهو احنا كده عند المتحف. السلام عليكم. واو ما شاء الله. دي بقى كلها محمطات الصيد بقى هنا شايفين حضراتكم. طبعا بقى يعني ايه هنا همت كاتبين ممنوع لمس اي شيء يعني من المحنطات اللي موجوده هنا ما شاء الله. ده نمره اهو ده ثعلب. دي بقى كلها من فوق كده عدد من الغزلان اللي موجوده هنا، وادي قرونهم ده حلوف بري مكتوب اهو ما شاء الله. شايفين العج دي كلها محنطات. يعني بص احنا ماشيين في جنب كده حاجات، والجنب التاني في برضه هيت فران وعرس هنا موجوده برضه ما شاء الله. طيب دي برضو قرون
نوزلين وعادي تمساح. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هو كل حاجة بقى موجودة هنا في المكان، يعني بيكتب لك هنا هو تفاصيل الحاجة ديت اهي قدام حضراتكم اهي مكتوبة، ده بقى معزة وتفاصيل تحنيطها وكلام من ده وجابها منين وكل حاجة، وانفضة برضه. طبعا المتحف المحنطات ده كبير، مش حاجة صغيرة يعني. ما شاء الله برضه من الحاجات اللي هي الجميلة اللي يعني الناس كلها بتتكلم عليها وهنشوفها دلوقتي. ده الجمل، الجمل ده كان من ضمن الجمال اللي كسوة الكعبة، اللي كان بتحمل كسوة الكعبة، ويقال برضو ان دي حتة من كسوة الكعبة موجودة هنا، موجودة في المتحف. ما شاء الله. شايفين حضراتكم؟ دي كلها هي فراشات، مجموعة من الفراشات المحنطة هنا في المتحف، المحنطات الموجودة هنا في المكان. تفاصيل كتير جدا في قلب المكان ده، تحفة بجد، مفيش حاجة كده متسابة لا بصراحة. النمس برضه اهو، جمل متكامل، جمل لسه ما خلصناش، لسه ما خلصناش، مفيش. طبعا في كل حته بيقولوا يعني من الزوار عدم لمس المعارضات. شكل الحصان ده، هيكل عزم الحصان اهو، خيول الاميره اهي بيتكلموا عليها. ما شاء الله فراشات، فراشات كتيرة اهي قدام حضراتكم. نجلت تعبان افريقي ما شاء الله. دي كلها زواحف، حربيات. متحف المحنطات ده حاجة ضخمة جدا يعني، مش حاجة صغيرة كده لا، ما شاء الله حاجة يعني نجيب اخرها. بس استاكوزا احنا وصلنا للاخر، هنرجع مرة تانية او نتفرج بقى على الناحية التانية من متحف المحنطات. احنا هنا موجودين في قصر محمد علي في المانيال، دخول الفرد بعشرين جنيه، الاطفال اقل من 6 سنين دخولهم مجانا، اللي فوق 6 سنين دخولهم بكارنيه المدارس او لحد الجامعة بكارنيه الجامعة، الدخول الفرد ب5 جنيه. المكان بيفتح من الساعة 9 الصبح، اخر زيارة او موعد للزيارة اخر موعد الساعة 4:30، بيبقى ان هم يخلوا المكان عشان هم بيقفلوا فعليا الساعة 5 مساء، يعني ممنوع بقى الدخول اصلا الساعه 5 مساء. طبعا في اكتر من حاجه في المكان ده، في بمجرد ما تدخلك يعني من البوابه بتلاقي قدامك حديقه من اكبر الحدائق المتحفيه اللي موجوده على مستوى العالم، مساحتها كبيره جدا. مساحه المكان تقريبا، المكان كله تقريبا مساحته 14 فدان، وده مساحه عملاقه جدا. مقر إقامة الأمير محمد علي كانت ورا، ولكن الشبكة مش أحسن حاجة، وده اللي فيه بقى أغلب المقتنيات بتاعة الأمير محمد علي. احنا هنا موجودين في متحف المحنطات بتاعة الأمير. طبعا اهي بص، دي خريطة لمصر أيام
شايفين سيناء، فلسطين، البحر الأحمر، الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، البحر المتوسط. دي من نادي الصيد الملكي المصري. السلام عليكم. خرجنا احنا مرة تانية بنتفرج على الحديقة، وده قدامنا الجامع اللي احنا كنا لسه فيه من شوية، بنتفرج على تفاصيل وجمال وحلاوة المكان العظيم ده. مكان حلو بكل تفاصيله. وده برج الساعة اللي احنا كنا لسه عنده، وبنتكلم على تفاصيل البنى اللي هو فيه ساعة شبيهة للساعة اللي موجودة في محطة مصر في رمسيس، بس طبعا انت تقدر تشوفها من بره، يعني مش من جوه القصر. شايفين حضراتكم حتى النخل من ايام، يعني من ايام زمان، دي 122 سنة هنا. كان مع حضراتكم محمود رضا الزملي من تلفزيون اليوم السابع.